السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله زي ما متعودين هيكون معنا فيديو جديد وديكور جديد. ديكور اليوم إن شاء الله هنشرح فيه طريقة عمل المنظر الطبيعي اللي شايفينه في الصورة اللي أمام حضراتكم بالخطوات من البداية للنهاية بكل سهولة إن شاء الله. أول شيء هنبدأ نشد شريط اللاصق بتاعنا، شريط لاصق 2 سنتي. طبعا بنشد اول ضلع من على اليسار او الشمال، وبنعمل دوران من الاعلى، ونفس الضلع اللي عملناه من على الشمال هنعمله من على اليمين. يعني انت تقدر تشتغل بطريقة تانية مختلفة، بتاخد ضلع رأسي من على اليمين وضلع رأسي من على الشمال وتعمل دائرة من الاعلى، وده هيكون الشكل الاساسي بتاعنا اللي هو شكل الارج او الشكل الدوران اللي هيكون من الداخل عبارة عن بلكونة أو براندة بتنظر على منظر طبيعي بالشكل اللي شفتوه حضراتكم في بداية الفيديو. طبعا احنا هنا هنشرح لكم الفكرة، الصورة اللي انت شفتوها في بداية الفيديو دي الصورة الأصلية، احنا هنشرح لكم الفكرة بتاعتها بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله، فركزوا معانا. بعد كده بنجيب الشريط اللاصق الواحد سنتي، وبنبدأ من المنتصف هنبدأ نشتغل شكل البلكونة. طبعا شدينا شريط لاصق 1 سنتي، وبعد كده بنشد من الأسفل شريط لاصق 2 سنتي بالشكل اللي أمام حضراتكم كده، على 1 سنتي بنشد من الأسفل على طول تحتيه على طول 2 سنتي، وبعد كده بنبدأ نجيب الشريط اللاصق 2 سنتي ونبدأ ناخد خطوط رأسية، خطوط عدلة بالشكل اللي أمامكم كده. وطبعا الشكل بتاعنا هيبدأ يظهر معانا، والأرج بتاعنا أو الدوران اللي احنا اشتغلناه من البداية انت طبعا بتشتغله بالمساحة اللي هتناسب المساحة اللي انت شغال عليها. بعد كده من الأسفل في نهاية الخطوط الرأسية اللي احنا خدناها بناخد بنفس الكلام شريط لاصق 1 سنتي، ركز معانا في الخطوات دي إن شاء الله وهتنفذوا نفس التصميم في النهاية. وبعد كده شريط لاصق 2 سنتي نفس اللي عملناه في الأعلى، تمام، لأن هنا كل خطوة إحنا بنعملها هتدينا الشكل بتاعنا في النهاية، فأتمنى الجميع يشتغل بنفس الخطوات. بعد ما شدينا اللاصق بتاعنا هنبدأ نشتغل في الألوان. أنا هنا شغال باللون الأزرق الفاتح، عبارة عن أزرق وعليه قليل من الأبيض، وببدأ أشتغل من الأعلى بالشكل اللي أمام حضراتكم. وبعد كده بجيب نفس اللون وأضيف عليه أبيض، بضيف عليه أبيض مرة تاني، وببدأ أشتغل فيه من الأسفل بالشكل اللي أمامكم كده، وأبدأ أطلع للأعلى، أبدأ كده أخش للأعلى، أدمج اللونين مع بعض، وده هيكون لون السماء بالشكل اللي أمام حضراتكم، عبارة عن أزرق من الأعلى وكل ما ينزل للأسفل بيكون فاتح معايا بالشكل اللي أمامكم كده. بعد كده هبدأ أفصل السماء عن البحر، أو هبدأ أعمل خط التلاشي بالشكل اللي أمام حضراتكم، وهبدأ أشتغل لون البحر. لون البحر بيبقى عبارة عن أزرق غامق بداية من خط التلاشي أو خط النهاية، نزولا للأسفل هيكون عبارة عن تركوازي فاتح، وده بيبقى لون البحر ناحية الشاطئ، بتلاقيه كده في الطبيعة داخل على تركوازي أهو بالشكل اللي أمامكم كده بكل سهولة. وبرضو نفس الكلام ندمج الألوان مع بعضها، نشتغل مع بعضنا خطوة خطوة، والنتيجة إن شاء الله تكون احترافية بإذن الله. طبعا مش هنزل للأسفل خلاص، آخر هنا كده، لأن دي البلكونة، هتكون البلكونة بتاع المنظر. أنا هنا هبدأ في عمل السحابة، وطبعا أنت تقدر تشتغل أي شكل السحابة تاني مفيش أي مشاكل. تشتغل سحابة كبيرة، سحابة صغيرة، لسه السحاب بتاعنا فيه تأثيرات،
وطبعا شرحناها قبل كده كتير، وقلنا تقدر تبدأ بغوامج الأول قبل الأبيض. هنا أنا هشتغل العكس، أنا هشتغل أبيض وبعد كده غامج وبعد كده هرجع أشتغل أبيض تاني. بتوزع الأشكال بتاعتك في السماء، في سحابة قريبة بتبقى كبيرة والسحاب البعيد بيبقى صغير بالشكل اللي أمام حضراتكم كده. هنا طبعا أنا بدأت أجيب درجة من درجات الرمادي وعليها قليل من البنفسجي، لكن علشان الإضاءة في التصوير فمش واضحة معانا كتير، لكن هنا بدأت توضح اهو. انا رجعت تاني للابيض بعد عمل الرمادي وتأثيرات الرمادي بالشكل اللي امامكم كده في الصورة، رجعت للابيض مرة تاني، طلعت معانا الشكل زي ما شايفين حضراتكم كده في الصورة. هنا هبدأ اعمل شجر النخيل من على يسار المنظر او من على الشمال، وهنا مجرب لكم الصورة عشان تقدروا تشوفوا ازاي بتتعمل وازاي عمل التأثيرات. هنا ده لون بني، انا شغال هنا بالفرشة والصبغات المائية او البلاستيك او الاكريليك، اي صبغات مائية تنفع معاك. هنا بعد ما عملت البني ببدأ اجيب اللون الاسود وابدأ ادمجه في اللون قبل ما يجف بالشكل اللي امامكم كده. ابدأ اعمل الظل من الاسفل، وعمل التأثيرات ده جزع شجر النخيل، وهنا بدأت أجيب اللون الأصفر مع الأبيض وهبدأ أعمل الضوء وتأثيرات الضوء برضو علشان يديني فعلا حاجة شبيهة لجزع النخيل بالشكل الطبيعي بتاعها. زي ما شايفين كده بدأت تظهر معنا تأثيرات وتجزيعات في جزع النخلة. وأهم شيء بيكون معاك الصورة بتنقل منها التأثيرات، وبتعمل عملية دمج. هنا طبعا خلصنا من الجزء، وهبدأ أشتغل في الأخضرات اللي هو بما يسمى الجريد أو الفروع بتاع النخيل. فأنا هنا شغال بأخضر غامق عبارة عن أخضر وقليل من الأسود، أنت تقدر تشتغل بأغمق من كده تاني، لكن أنا متعمد إن الأخضر عندي يكون مبهج شوية لأن أنا عندي السماء صافية وطبيعية، فيكون كل شيء معايا واضح. طبعا ده تأسيس لسه الفينش، فأنت بترمي اي عدد من الجريد او الفروع بالشكل اللي امامكم كده، وهنبدا نشتغل في عمل التأثيرات. هنا ده عباره عن اخضر وعليه قليل من الاصفر، اهو جربت لكم الصوره. وباي فرشه بتبدا تعمل التأثيرات، ولو معاك الصوره طبعا بتشتغل منها بيكون افضل علشان تطلع نتيجة شبه طبيعية ونتيجة تكون انت راضي عنها. يعني بالشكل امامكم كده الاماكن اللي محتاجة سن لسعة ابيض ببدأ اديها ابيض، اللي محتاجة اخضر ببدأ اديها اخضر، اللي محتاجة اخضر مصفر او اصفر ببدأ اديها اصفر، كل ده في النهاية بيديك شغل احترافي. طبعا هنا ده عبارة عن فيديو تعليمي عبارة عن شرح، ده مش عمل عند عميل او شيء، لكن ده عبارة عن شرح على لوحة. اللي عاوز اوصله لك ان انا هنا بشرح لك، يعني دي حاجة سريعة علشان وقت الفيديو. انت لو هتشتغل في مكان بتدي الشغل وقت اكتر من كده وبتدي الشغل حقه اكتر من كده، فبتطلع معاك نتيجة افضل من كده كمان ان شاء الله. دي هنا عبارة عن جريدة منحنية للداخل أو مقلوبة، وزي ما شفت طبعا طريقة عملها سهلة وبسيطة. لو انت هتديها تأثيرات أكتر من كده أو هتديها وقت أكتر من كده هتطلع معاك أفضل كمان، لأن زي ما قلنا ده عبارة عن شرح سريع علشان وقت الفيديو.
طبعا بتقدر تشتغل تأثيرات كتيرة جدا في الجريد أو النخيل، واللي محتاج ضوء بتديله، واللي محتاج ظل بتديله، علشان النهاية تكون نهاية جميلة. بدأت تظهر معانا بالشكل أمام حضراتكم كده، حاجة سهلة وجميلة ونهاية احترافية إن شاء الله. هنا ببدأ أوزع اللون الأخضر في الأرضية بالشكل أمام حضراتكم كده، وده زي ما قلنا عملية تأسيس للون الأخضر. أنت بتأسس بأخضر غامق أو أسود، تمام؟ وبعد كده بتبدأ تشتغل التأثيرات بتاعتك. زي ما شايفين أنا هنا هبدأ أشتغل التأثيرات، ببدأ أرمي أخضر وعليه قليل من الأصفر، وفي أماكن هتكون فيها أصفر، وببدأ بعد كده أعمل عملية دمج علشان تديك تأثير قريب من الطبيعة. طبعا الصورة في الطبيعة أجمل من كده. أنا هنا الإضاءة مش مساعداني زي ما شايفين حضراتكم كده على شجرة النخيل، الإضاءة مفتحة معاك اللون أو مبهتة. بعد ما انتهينا من عمل الأخضر والنخيل، ببدأ أرمي ظل حوالين اللاصق اللي أنا لزقته على الحائط في البداية. ده هيكون عبارة عن الأرج بتاعنا اللي انتوا شفتوه في الصورة الأصلية في بداية الفيديو. ببدأ أرمي ظل، يا إما الأفضل ويطلع معاك شغل احترافي إن أنا أدهن المساحة الخارجية بالكامل بلون أغمق، ده هيطلع معاك نتيجة أفضل من كده كمان. أنا هنا ببدأ أعمل ظل في لاصق هنا طبعا من الأسفل أهو زي ما شايفين حضراتكم، بدأت أشيل اللاصق الاتنين سنتي، في لاصق واحد سنتي طبعا أنا لزقته قبل الاتنين سنتي، ببدأ أعمل له هو كمان عملية ظل، هتشوفوا النتيجة هتطلع إيه علشان تعرفوا إن كل لزق أنا لزقته ليه هدف وهيطلع معاك شغل. بص شايفين هنا طلع معايا مجسم، طلع معايا جلسة للبلكونة أو البرامج بتاع البراندة. أنا هنا في اللاصق اللي هو الرأسي اللي أنا شديته، ببدأ أعمل له عملية ظل برضو على الشكل بتاعي بالشكل اللي شايفينه كده، وهتشوفوا النتيجة أهو. الطريقة سهلة وبسيطة، أهم شيء إن أنت تمشي على الخطوات أو أنت تعرف الطريقة. طبعا أنت هنا عرفت الخطوات من البداية بدأناها إزاي، والنهاية طبعا بتشوف إيه اللاصق اللي بتشيله الأول وإيه اللاصق اللي بتشيله التالي، فهنا بتمشي على نفس الخطوات هتطلع نفس الطريقة إن شاء الله. وطبعا الشغل ده لما بتشتغله على مساحات أكبر بيكون أجمل وأحلى أكيد بإذن الله. ببدأ أجسم الأعمدة الصغيرة أو البرامج بالشكل اللي أمام حضراتكم كده، وده زي ما قلنا زي ما شايفين كده حاجة على السريع. هنا طبعا من الأعلى شدينا شريط لاصق واحد وشريط لاصق اتنين سنتي برضو، بشيل الاتنين سنتي الأول وهبدأ أعمل ظل بالشكل ده كده، ظل على خفيف مغطيش اللاصق الاتنين سنتي خالص، وابدأ أشيل اللاصق الواحد سنتي اللي شديناه من البداية. بدأ يطلع معايا مجسم بالشكل اللي أمام حضراتكم كده، وبدأ الشغل يظهر معايا. هنا طبعا لمسة بسيطة جدا هتطلع معاك الشغل شبيه للطبيعة أو شغل هيخلي الشغل بتاعك احترافي، اللي هو عمل الظل. أنا هنا شغال بدرجة من درجات الرمادي وعلى خفيف جدا، وببعد المسدس وأبدأ أعمل ظل بالشكل اللي أمام حضراتكم كده. هنا طبعا انا بجيب القلم الماركر او القلم الاسود اللي احنا متعودين نخطط بيه، وعلى خفيف كده هبدا اعمل بلاطات على الارضيه لان انا مش محتاج شغل في الارضيه كتير،
طبعا انت هنا هتقول لي طب ما هو كده هيغطي الظل اللي انت عملته. بالعكس، ده هو كده الشغل بتاعك هيبان حاجة احترافية، هيكون في بلاطات في الأرضية وعليها ظل، فيطلع معاك الشغل شغل احترافي إن شاء الله. وأهم شيء هنا الأبعاد، شايفين الخطوط البعدية والاتجاهات بتاعتها. وطبعا الخطوط البعيدة بتكون البلاطات صغيرة، والخطوط القريبة أو البلاطات القريبة بتكون كبيرة. ده اللي بيديك بعد بالشكل اللي أمام حضراتكم كده. نبدأ نشيل اللاصق بالشكل ده كده، وطبعا هنا نكون انتهينا من شرح الفكرة. نتمنى تكون عجبت الجميع. ما تنسوش تدعمونا بلايك تشجيع لنا ودعم للقناة، واللي أول مرة يشوف الفيديوهات والقناة بتاعتنا ما ينساش يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان أي جديد يوصل لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.